السلام عليكم. أنا أشرح البرنامج يعني فايدته إن هو يحسب حجم المصفوفة، يعني تاخد كام بايت في الذاكرة، يا ترى 10 بايت، 40 بايت، 50 بايت. ده طبعا حساب البايت بيبقى مهم، إنك لما تيجي بتعمل برامج كبيرة بتبقى محتاج البرنامج قبل ما تنفذه أو قبل ما تديه للراجل اللي هو هيستعمله. الحاجات دي بتبقى دقيقة جدا، فانت لازم تكون عامل حساب بحيث كل ما البرنامج يكون مساحته عليه قليلة كل ما يكون سرعته كبيرة، كل ما يكون مساحته قليلة كل ما يكون سرعته كبيرة. تمام، ويتنفذ بسرعة. بدل ما تكتب الكود 10 مرات، لا، تكتبه في سطر واحد مرة واحدة، يبقى هو كده هينفذ سطر واحد في المعالج، فبالتالي يبقى بسرعة. تمام، أي برنامج فيه include studio input output dot heater header، ده اسم الكود بتاعنا، والمين الدالة الرئيسية، وده الكورس الأساسي بتوع أي برنامج، ده اللي هيكتب البرنامج اللي هنسجله. البرنامج ده عبارة عن إيه؟ هنفترض إن البرنامج ده هو integer، يعني صحيح، يعني الرقم اللي هيعده عدد صحيح، يعني 40 بايت، 30 بايت، رقم صحيح يعني من صفر لما نشوف بقى. سميت انا الخانة اللي هو عايز يدخل جواها حجم البرنامج، سميته total byte، total underscore byte، ده المكان اللي هدخل فيه حجم البرنامج، 20 بايت، 30 بايت، هنشوف. طيب integer list underscore int، ده اسم المصفوفة، اسم المصفوفة، والمصفوفة دي فيها كم صف؟ فيها 10 صفوف، 10 صفوف، كل صف هيبقى فيه رقم. تمام، اتفقنا احنا ان الانتجر بيتخزن في الذاكرة 4 بايت، الواحد انتجر بيخزن كم في الذاكرة؟ 4 بايت. طب انت سجلت 10 صفوف، يعني 10 ارقام، يعني 10 ارقام انتجر، كل رقم فيه 4 بايت، يبقى 10 بكام؟ 4 في 10 ب 40 بايت، يبقى البرنامج ده هيخرج لي 40 بايت ويحطها لي فين؟ في التوتال بايت دي. ماشي، هيعمل بقى الحته دي ازاي؟ عن طريق قاعده اسمها سايز اوف، دي هي اللي بتحسب لي حجم المصفوفه، وبالتالي لازم يبقى جوه القوسين دول هو اسم المصفوفه. اسم المصفوفه بتاعك ايه؟ اسم المصفوفه بتاعك هو دي، هو ده list underscore int اللي انت مسجلها بكام؟ ب10. مش لازم بقى تحط ال10، هو خلاص فهم ان list int دي هي متسجله بكام؟ ب10. فانا باخد ال list int ده، الاسم ده، واحطه ايه؟ بين قوسين كده هنا، وبقول ايه؟ size of، حجم هذه المصفوفه اللي اسمها list underscore int، حجمها كذا. تمام، اللي هو total byte. طب ايه اللي هيطلع على الشاشه؟ هو الحجم، قاعده برنت اف بتخرج الحاجات على الشاشه، بول اري اوف انتجر، ده كل ده كلام يعني ما يفرقش معايا، هو يفرق بس مع الراجل اللي بيقرا الكود يعني، لكن انا كل ده ما يفهمش معايا. اللي يهمني هنا هي دي بيرسنت، دي بتمثل ايه؟ بتمثل حجم البرنامج اللي انا هحطه فين؟ احطه في خانه اسمها توتال بايت اللي انا عرفتها في البدايه خالص، اهي total byte. يبقى هو هيعمل العمليه دي، هيقول لك size of list underscore int اللي هي ايه؟ اللي هي ال10. تمام، اللي دي ال10. تمام، والواحد انتجر ب4، يبقى 4 في 10 بكام؟ ب40. يبقى التوتال بايت هنا بيساوي 40 بايت. ياخد ال40 من هنا من هذه العمليه ويحطها هنا في الخانة دي عشان تظهر على الشاشة. تمام، خدها من هنا، الناتج العملية هنا، وحطها على الشاشة. طب انت عشان تحطها على الشاشة لازم تعرفها لي ان في رقم هيظهر على الشاشة، عشان كده حطيت برسنت دي اللي هناك دي، برسنت دي اللي هناك دي، عشان يطلع الرقم ده على الشاشة. لو انا ما حطيتش البرسنت دي الرقم ده مش هيظهر على الشاشة. فانا لما بحط برسنت دي بعرفه ان في رقم هيطلع على الشاشة، الرقم ده هجيبه من خانة اللي اسمها total underscore byte اللي هو الناتج العملية دي. تمام،
بعدين البرنامج يطلع لي في الاخر يكمل برنامج وينهي يعني. تمام، برنامج ده اللي هو اكسرسايز 58 جوه هنا شابتر 8 اكسرسايز 85 سوري اللي هو يطلع 40 بايت. قال لي داري ده الكلام بيظهر على الشاشه، طلع لي الرقم نتيجه العمليه اللي هي 40 بايتس 40 بايتس. تمام، طيب تعال نجرب اي رقم تاني وليكن انا عايز كم صف؟ عايز 20 صف. عايز 20 صف، يبقى المفروض يطلع خارج كام؟ 80، لان الصف الواحد بيمثل انتجر والانتجر في 4 بايت، يبقى 4 بايت في 20 صف ب 80 بايت. تمام، طبق بقى كده البرنامج هيطلع لي 80 بايت. تمام، طبعا بما ان ده كلام اللي هو بما ان الكوتيشن ده اي كلام بيظهر فاهو، خليها 20 هنا مش مشكله، مش هتاثر يعني في البرنامج اهو. The array of 20 integers has total size of 80 bytes. وده هو كان البرنامج. اي بقى صف انت عايز تحسب له حجم تستخدم قاعده size of، تحط اسم الايه مصفوفه اللي هنا، تكتب الكود بالشكل ده. شكرا.